قلت لكم انه جداره الاهلي بالتاهل، انتصارات الاهلي الحقيقه كان ليها مردود عند كل الاوساط العربيه الشقيقه. في العراق معنا المحلل العراقي ونجم الكره العراقيه وواحد من اللي بيحبوا النادي الاهلي بتفاعل ظاهر اعتقد بتلاحظوه، الكابتن ميثم عادل. كابتن ميثم مساء الخير واهلا بيك. مساء النور استاذ ابراهيم، الله يسلمك. ان شاء الله مبروكين مبروكين للامه الاهلاويه على هذا الانجاز العظيم اللي حققه النادي الاهلي. تحياتي وتحياتنا لكل الشعب العراقي الشقيق. الله يسلمك ان شاء الله، وتحياتي الى مصر الحبيبه ولا كل اخواننا في مصر وفي كل الدول العربيه. وهذا طبعا انجاز الاهلي، هو هذا ليس انجاز فقط لمصر وانما هو انجاز عربي كبير. يعني كابتن ميثم، شفت اللي حصل ازاي من الناحيه الفنيه؟ وانت راجل محلل وكابتن كبير. نعم استاذ ابراهيم، طبعا انا لاحظت وكنت اشاهد وتابع كل المباريات اللي لعبها الاهلي سواء في البطوله الافريقيه او سواء قبل البطوله الافريقيه. انا متابع جيد للنادي الاهلي بصراحه. طبعا اللي جلب انتباهي واللي ابهرني اولا في البدايه هو قدره موسيماني على اداره مثل هذا النوع من المباراه من الناحيه الفنيه. هذا يستطيع ان يلعب باي اسلوب وباي طريقه وباي تشكيل وباي صيغه تكتيكيه كانت. هذا هو قيمه موسيماني، يعني هذا هو اللي يمكن ابهرني كثير وابهر كل المحللين والنقاد الرياضيين. واي شخص ما ابهر موسيماني هو لا يفهم في كره القدم صراحه. زين، من خلال الاشياء اللي شفناها، بحيث ان فريق الاهلي عندما يلعب باي يعني عنصر موجود، حتى لو كانت العناصر الاساسيه ربما هناك اصابات، ربما هناك ايقافات، ربما تكون هناك امور معاكسه، لكن الاهلي يبدع ويمتع باي تشكيل يلعب، وهذه هي قيمه موسيماني وقيمه النادي. الموضوع الثاني يمكن اللي جلب انتباهي هو لشخصيه وهيبه الاهلي في افريقيا. واضح جدا ان شعار الاهلي له قيمه كبيره في هذا الموضوع. يعني الاهلي عندما يلعب الفرق الاخرى تحسب له حساب قبل ان تلعب معه. هذا اللي انا شاهدته، واللي يمكن هذا مش مجامله ولا لاني انا محب للاهلي او يعتبروني مطبل للاهلي او مشجع للاهلي، وانا افتخر بهذا. اذا كانوا يعتبروني مشجع للاهلي انا افتخر بهذا. لكن اللي اريد اقوله من الناحيه الفنيه ان فريق الاهلي له شخصيه وهيبه، شخصيته وهيبته وشعاره هو اللي دائما كان يظلل كل المباريات اللي كان يلعبها في سواء في افريقيا او سواء في يعني في الامور المحليه اللي تحدث مع الانديه الانديه المصريه. اللي هذا هو اللي كان جلب انتباهي، وبالتالي الفريق طلع بشكل يعني بشكل مثل ما اقول بشكل ابهر العالم، ابهر الجميع بقدراته وبقيمه لاعبيه وبقيمته كنادي كبير. اليوم مثل ما انت ذكرت وانا تابعت وياك، شوف الفرق في قيمة النادي الاهلي بينه وبين اقرب المنافسين في المسألة اللي ذكرتها انت قبل قليل في التصنيف، اللي هو هذا التصنيف طبعا رسمي وتصنيف دولي. الاهلي الفطري اليوم ب 90 نقطة، متفوق على اقرب منافس له هو الترجي التونسي ب 30 نقطة. 90 ل 60؟ لا طبعا 30 نقطة فرق. استاذ ابراهيم 30 نقطة فرق. زين، يعني شيء خرافي، شيء يبهر. زين، وبالتالي يجيك يعني مع الاسف بعض المحللين او بعض الزملاء ويقللون من قيمه هذا الانجاز، ويعني ويمكن يدرج تحت مجامله الجميع يجامل الاهلي. يعني الجميع يجامل الاهلي، كيف يجامل الاهلي؟ هذا الكلام مش داخلي، هذا كلام رسمي دولي. يعني وبالتالي احنا نوقع في يعني في يعني كيف نقنع هؤلاء الناس بقيمه الاهلي وقدره الاهلي وامكانيات الاهلي سواء الفنيه او الاداري. هذا الموضوع يعني ما اريد اطول عليك، بس ابغي لازم اذكر موضوع جدا مهم وهو قيمه الرمز الكبير الكابتن الخطيب اللي هو هذا انا اعتبره الملهم القائد حول كل هاي الملاحم اللي جرت في النادي الاهلي. لماذا؟ لان اليوم اللاعبين عندما يلعبون كره قدم يتذكرون من هو الاسطوره، هم يريدون ان يصلوا لهذا الاسطوره باهدافهم سلوكياتهم. الجميع اليوم يتنافس لارضاء اول شيء ارضاء انفسهم، ارضاء اول شيء ارضاء الشعار وارضاء انفسهم، والاهم هو ارضاء هذا الاسطوره. يعني هذا الاسطوره اليوم هو اللي يتابعهم، هو اللي يشوفهم. هذا لاعب كبير اليوم، اي لاعب اليوم عندما افشى هذا اللاعب الكبير عندما يمرر هذه التمريره القاتله في المباريات يتذكر ان وراء اسطوره.
يطالع ويشاهد ويقيم، هو بالتالي يريد ان يرضي هذا الاسطوره. هذا ملهم، هذا الرمز. وبالتالي شوف، شوف تاريخ النادي الاهلي، شوف رؤساء النادي الاهلي ماذا فعلوا. احنا هذا اللي نريد نقوله، هذا اللي نريد نوصل للعالم، هذا اللي انا هاي رسالتي. يمكن عرب اسيا البعض منهم لا يعرفون مثل اشياء كثيره عن النادي، فاحنا هاي هي الرساله اللي انا دائما احملها على عاتقي واوجهها لهذا الجيل الجديد ليعرفوا قيمه هذا النادي، سواء في مصر وسواء ما حققه في القاره الافريقيه وفي الدول العربيه وحتى على مستوى العالم. هو اليوم نادي عالمي لانه هو يمكن ثاني افضل نادي عالم بالبطولات بعد ريال مدريد. هذا مو كلامي، هذا بالتصنيف العالمي بالضبط. جمهوره هو الاكبر في العالم، يعتبر النادي الاهلي من اكبر، ما اريد اقول وبالغ، هو من اكبر الجماهير ومن اكبر المشجعين يمتلكهم هذا النادي في العالم. صحيح. كل الامور والارقام والاحصاءات لا يمكن تجاوز استاذ ابراهيم، لا يمكن تجاوز باي شكل من الاشكال. مساله التصفيق هذا انتركه، مساله الكلام مال المقاهي ايضا انتركه، خلينا نتكلم بالارقام والاحصاءات يا استاذ ابراهيم، فيجب الناس ان يعرفون هذا الموضوع. هذا اللي ارجو ان اوصله من خلال لقاءاتي ومن خلال كل يعني. طيب كابتن ميسم، كابتن ميسم وانت راجل مدرب ومحلل كبير، بيتسو موسيماني ما كانش هينجح بالكفاءه ديت لولا ان القماشه اللي معاه كويسه وفيها قدر عالي من المرونه التكتيكيه ممثله في اللعيبه. شايف مدى كفاءه قماشه لعيبه الاهلي ايه؟ صحيح، هذا كلام جدا مهم، لانه الافكار التكتيكيه استاذ ابراهيم لا يمكن ان تنفذ على ارض الملعب صحيح. الا اذا كان هناك قدرات فنيه تواكب هذه الافكار صحيح. والا او توازي هذه الافكار. بالتالي لا تستطيع ان تنفذ افكارك في الاساليب. وطبعا اليوم خلينا نقول كلمه، انت ما دام سالت عن موضوع التدريب، اليوم اكبر تحدي يواجه المدرب هو تغير استراتيجيات وانظمه اللعب، يعني سواء يعني تطورها بشكل غير طبيعي، وايضا الاعباء والجهد اللي يصير على اللاعبين من كثر المباريات اللي يلعبوها، فهذه مسالتين مهمات بالنسبه الى المدرب. موسيماني انا صحيح دائما اقول يمكن هو ما امتلك جيل ذهبي كبير مثل الاجيال السابقه، يعني ما امتلك يعني كاسماء رنانه مثل الخطيب و طاهر ابو زيد وغير الاسماء اللي كبيره، انا ما اريد اظلم احد حتى ما اريد اجيب اسماء. يمكن ما امتلك حتى في الجيل الجديد، جيل اللي كان مع جوزيه، هو امتلك جيل فعال، هو امتلك جيل فعال يعرف كيف يكتب المباريات. وهذه ميزه مهمه اليوم بعد تطور كره القدم في مساله السرعات، في مساله استراتيجيات كره القدم، في مساله الانظمه، في مساله الاساليب. اليوم المساله الحاسمه انه كيف انت تكون فريق فعال يستطيع ان يواكب كل التطور الموجود في كره القدم ويكون جاهز في كل المناسبات. هذه قيمه موسيماني وقيمه اللاعبين اللي عند موسيماني، يعني اللاعبين اليوم اللي عند موسيماني لديهم القدره على فهم افكار موسيماني لان ادراكهم التكتيكي عالي. صحيح. هذه مساله جدا مهمه في كره القدم. الادراك صحيح. التكتيكي للاعب عندما يصل الى مرحله متقدمه في كره القدم يستطيع ان ينفذ اي افكار عند المدرب. وبالتالي هذا اللي حصل مع فريق التناغم، تناغم بين الفكر الكروي مع الامكانيات والقدرات الموجوده عند اللاعب. شاكرين جدا يا كابتن ميثم، بس سريعا قبل ما نقفل معاك، توقعاتك للمباراه النهائيه ايه والروشته السريعه؟ لا انا اعتقد يعني اعتقد بعد الاخبار اللي سمعناها وان الامور كثيره اللي جرت في الفتره الاخيره، ان هناك يعني اخبار انه الامور ذاهبه للتاجيل او ما تاجيل، وان شاء الله ما تتاجل المباراه او يعني تكون في وقتها نستمتع بها، ما يحدث مثل سنوات السنه الماضيه تحديدا. لكن اتمنى ان النادي الاهلي ولاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني لنادي الاهلي ان لا يعتبر المباراه محسومه، لان كازر شفت حسب ما شفته يمتلك صبر موسيماني، هذه الجزئيه المهمه، يعني صحيح. يلعب بفكر وعقليه موسيماني استاذ ابراهيم، هذه يجب ان توصل الى اللاعبين، بمعنى انهم اليوم يعرفون موسيماني كيف يلعب، يعرفون تركيبته التكتيكيه وادراك التكتيكيه، فيجب ان يحذر حذر كبير من هذه المباراه. علما اني اعتقد ان الفريق سيفوز بنتيجه ان شاء الله 2-0 ويتفوق على هذا الفريق ويحصل على هذا ان شاء الله، ونحتفل معاك يا كابتن ميسم باذن الله. شكرا جزيلا لحضرتك، شكرا للكابتن ميسم عادل نجم الكره العراقيه وواحد من مدربيها النبيهين والمحلل الرياضي الحقيقه في قناه عجمان، له دايما وابدا حضور قوي وعنده غيره على الاهلي، لانه زي ما بيقولها حتى غيره عربيه، غير عربية من مواطن عربي منتمي فعلا لعروبته لنادي شايف أنه قد إيه مشرف العرب.